إذن تابعنا هذا التقرير الذي تحدث عن أهمية مشاركة أبناء العشائر في الأنبار، وتكمن هذه الأهمية في مسك الأرض فيما بعد التحرير. للوقوف أكثر على هذا الموضوع وعلى مجريات العمليات العسكرية هناك في الأنبار، معنا يحيى المحمدي عضو مجلس محافظة الأنبار، ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك سيد المحمدي. دعنا أولا في صورة ما يجري في الأنبار، هناك تضارب في الأنباء حول العمليات العسكرية، حدثنا ما الذي يجري هناك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. نعم، العمليات العسكرية جارية في مدينة الرمادي وأطراف مدينة الرمادي، وكذلك في الجرمة وباتجاه مركز قضاء الجرمة، وكذلك باتجاه الثرثار. وهنالك عمل قوي، عمل مركز، عمل متواصل للتحالف الدولي من خلال استخدام الطيران الجوي لمساندة القطاعات العسكرية على الأرض. اليوم الفعالية الكبيرة للتحالف الدولي في التنسيق والتعاون مع القطاعات العسكرية في ضرب معاقل ومراكز تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك قطع الإمدادات باتجاه المناطق المحصن فيها. القطاعات العسكرية تقدمت على أكثر من محور، وحقيقة حققت انتصارات وحققت أهداف مهمة جدا. وهذه القطاعات العسكرية تعمل بمساندة أبناء عشائر محافظة الأنبار التي تم تشكيلها منذ أكثر من سنة. نعم، ذكرت أن هناك دعم جوي من قبل نعم سيد المحمدي ذكرت أن هناك دعم جوي من قبل قوات التحالف الدولي، وتحدثت عن القطاعات العسكرية المتعاونة أيضا معها، أبناء العشائر المتعاونين معها. ما هي هذه القوات تحديدا؟ من هي القطاعات العسكرية التي تشارك في تحرير الرمادي؟ يعني هنالك ثلاث محاور حقيقة. المحور الأول هي عمليات الأنبار، والمحور الآخر هي الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية، والمحور الآخر هو جهاز مكافحة الإرهاب. هذه القطاعات الثلاثة وهذه المحاور الثلاثة هي التي تعمل بشكل متوازي بالدخول إلى مركز مدينة الرمادي بعد أن أحكمت قبضتها باتجاه يعني محافظة مدينة الرمادي، ومن ثم التوغل باتجاه مركز مدينة الرمادي. ولا بد الإشارة حقيقة بأن هنالك يعني تأخير في بعض الأحيان من تقدم هذه القوات بسبب وجود العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات والدور في هذه المناطق. التأخير حقيقة هو سبب هذا بالدرجة الأساس، ولكن القطاعات عازمة باتجاه تحرير مدينة الرمادي وتطهيرها من دون تنظيم داعش الإرهابي. نعم سيد محمدي، الحديث من قبل بعض المسؤولين في الأنبار بأن من الأهمية مشاركة أبناء العشائر في عملية التحرير حتى هم يمسكون المنطقة بعد التحرير ولا تدب الفوضى كيفما يحدث في كل مكان. عندما تنتهي المعارك تبدأ الفوضى. ولكن السؤال الآن، هل يعطى لأبناء العشائر المساحة المطلوبة؟ هل يتم التعاون معهم؟ هل يشاركون بشكل جدي في العمليات، عمليات التحرير؟ يعني شيء أكيد. اليوم الأقطاب الثلاثة يعني هي التي تعمل بشكل متكامل لتحرير مدينة الرمادي، وهي التحالف الدولي من خلال الطيران وقطاعات الجيش بأصنافها، وإضافة إلى أبناء العشائر. ولكن يعني حقيقة يعني يجب أن ننوه إلى هذا الموضوع بأن أبناء العشائر يعني لا زال مستوى التسليح لديهم ضعيف، رغم مستوى التسليح، رغم قلة أعداد متطوعي أبناء العشائر الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الحكومة المركزية، ولدينا أكثر من 6000 مقاتل لحد هذه اللحظة لم تصدر لهم الأوامر الإدارية. مع هذا أبوا إلا أن يشاركوا اخوانهم المقاتلين في تحرير مدينه الرمادي والمناطق الاخرى ومسك الارض، لانهم حقيقه يعرفون المنطقه ولديهم الخبره الكافيه ولديهم التجربه السابقه، فهم اليوم مساندين للقوات العسكريه ويعملون جنبا الى جنب بتحرير مدينه الرمادي. سؤال اخير سيد المحمدي، كيف هو الوضع الانساني هناك؟
يعني طبعا الوضع الانساني للنازحين بشكل عام، وسواء كانوا داخل المحافظه وخارج المحافظه، هو وضع ماساوي جدا، وذلك بسبب قله الامكانيات وقله المساعدات التي تقدم من قبل الحكومه المركزيه وكذلك المنظمات الدوليه. هي لا تستطيع ان تغطي جميع الاحتياجات، وبالتالي يبقى الملف الانساني هو ملف صعب جدا وملف ماساوي، ويحتاج تدخل دولي وزياده في عدد المساهمات التي تقدم لكي يستطيعوا ان يحصلوا على الحد الادنى من المساعدات. شكرا. التي تؤمن لهم الحياه والعيش الطبيعي. نعم، شكرا لك يحيى المحمدي عضو مجلس محافظه الانبار، شكرا جزيلا.